بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله، الله الله الله، بمدد وبركة سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري، أدلي بشهادتي للطريقة الكركرية وشيخ الطريقة سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، من باب ولا تكتم الشهادة، ومن باب وأما بنعمة ربك فحدث. معكم الفقير أحمد زين من جمهورية مصر العربية. والله يا إخوان، ظللت سنين عديدة أبحث عن الحق وأبحث عن النور وأبحث عن تزكية نفسي وتطهير قلبي، فمررت بمناهج من مناهج التربية العديدة، مناهج كثيرة، سنين بعد تخرجي من الجامعة وأكثر من 10 سنين وأنا ماكث مع أصحاب المنهج السلفي أو ما يسمونه المنهج الوهابي، أتنقل من شيخ إلى شيخ، أتعلم فقه وأتعلم سيرة وأتعلم حديث، ثم بعد السنين الطوال أبحث عن قلبي وأدعو، وهل أنا استطعت أن أزكي نفسي وأطهر قلبي؟ والله لم أجد أي ثمرة، شوية مسائل وحفظتها ولا أجد في نفسي أي وفي قلبي أي ثمرة، فتوقفت مع نفسي وقفة وسألت نفسي، هل مرت علي هذه السنين الطوال ولم أستطع تزكية نفسي وتطهيرها؟ لا، أريد أن أبحث عن شيخ مربي وعن منهج آخر. توقفت سنة واثنين، ثم ألهمني الله بأني لا أتواصل الحق إلا عن طريق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت أزور أولياء الله الصالحين في مصر، سيدنا الإمام الحسين وسيدة زينب وجميع أولياء الله الصالحين وأهل بيت النبي، وأتردد عليهم بكثرة. ثم عن طريق أخ لي زميل دراسة في طريقة ما، لا داعي لذكر اسم الطريقة، ذهبت معه وأخذت بيعة على طريق مرشد في الطريقة، ومكثت شهور أو ما يقرب من سنة أقرأ الأوراد وأقف مع نفسي بعد هذه الفترة مع المحافظة على الأوراد والاجتهاد فيها، فلا أجد ما أبغي. ثم والله انتقلت طريقة أخرى فلم أجد ما أبغي، حتى شاهدت على النت في اليوتيوب الإخوة والإدلاء بشهاداتي، وكان لها ثمر، انجذبت لهذه الشهادات بسبحان الله بصورة غريبة. بدأت أسأل وأبحث، توصلت لسيدي محمد المصري، فقلت له ما على ما شهدت من مشاهدات واللي انجذبت إليها، ماذا أفعل؟ كيف أخذ البيعة من طريقتكم؟ فقال لابد من 40 ليوم في الورد. أعطاني الورد، والله من تاني يوم ليا في قراءة الورد شاهدت، رأيت رؤية أني رأيت أن كأنه عمود من النور يدنو مني يدنو مني وأنا نائم، حتى كاد يدخل بداخلي يغمرني هذا العمود من النور، فاستيقظت وأنا أكبر وأقول الله أكبر. ثم أكملت 40 يوم، ثم أخذت موعد بالبيعة على يد سيدي الشيخ محمد، فأخذت البيعة الشهر الماضي، وبدأت أزيد على الورد ساعة استغفار قبل الفجر، والله بدأت أجد ما أريد، أجد نور، رأيت مشاهدته في أثناء الساعة قبل الفجر وفي أثناء الاستغفار، شاهدت كأن السماء صافية وكلها نجوم، شاهدت نجوم، نجم يظهر بضوء ويختفي، يوم واثنين وثلاثة مع الاستغفار قبل الفجر النجوم التي تظهر كثرت، ثم رأيت نور وصفته لسيدي محمد المصري، فقال هذه المشكلة، ومع المداومة والاجتهاد في الاستغفار قبل الفجر بدأ هذه المشكلة تزيد معي، فوالله لا يسعني إلا أن أدعو كل من يبحث عن تطهير القلب وعن النور وعن تزكية النفس لهذه الطريقة المباركة وهذا الشيخ المبارك، وأقول له جزاك الله خير، جزاك الله خير بعد سنين بحث
والله توصلت إلى ما كنت أبغي. جزاك الله عني سيد الشيخ محمد فوز الكركري، وأسأل الله باسمه الشافي أن يشفيك وأن يديم عليك نعمة العافية والصحة، وأدامك الله علينا بكل خير. هذا من باب ولا تكتم الشهادة، وأما بنعمة ربك فحدث. أسأل الله أن يعطيني نورا عن يميني، وأن يرزقني نورا عن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن أمامي ومن خلفي، ونورا لي في دمي وفي عروقي وفي شعري وفي وجهي. فقل اللهم هب لي نورا، اللهم لا تحرمني النور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله لا أولى.